لا 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 احكي لي انا، هذا كلام خطير لازم يطلع. يعني ايش اللي صار بالضبط في الماليزيا؟ اجوا دخلوا علينا اليهود، اول ما دخلوا اخذوا الشباب شلعوهم كلهم ملبوس ولا حاجه عليهم، بعدين اخذوهم في مكان شبحوهم ذبحوهم من القتل، بعدين اخذوا النسوين بنت عمرها 14 سنه بنتي شلحوها واخذوا منها 100 مليون، شلحوها كل اواعيها؟ كل اواعيها شلحوها، اخذوا منها 100 مليون واخذوا منها الذهب امانات لاختي، اخذوا منا جوالاتنا، اخذوا الاولاد الصغار فتشوهم كلهم بلا بيس، عملوا عملهم رمونا في ارض وبالاخر بالطخ في قروصنا وحرقوا كل الاماكن. اليهود اليهود اجوا عملوا عملهم فينا ما خلوش حاجه، ذهبكم سرقوه فلوس اواعينا الداخليه قدامنا حرقوا، حرقوا اواعيكم الداخليه قدامنا قدام عينينا ما خلوش بنات واولاد هياتهم قاعدين هنا في الشارع ولا حاجه، لا شادر ولا اواعي ولا اي شيء. وبعد هيك خلوهم يمشوا بدون اواعيهم؟ ما رجعوا لكم الاواعي؟ قلنا يلا اطلعوا يا حيوانات ولا واحد فيكم يقرا يلا روحوا. راحوا هناك قالوا لنا نروحوا على الانصارات، قالوا لنا لا اللي بده يروح على الموت يروح على الانصارات، روحوا على الجنوب، اللي بده يروح على الموت يروح هناك. وفي البرد هذا خلوا الاطفال يمشوا من غير ملابسهم؟ بنقول لهم اعطونا بس اي مبلغ من المصاري اللي اخذتوه نوماني معناش في المشمش، راحوا المصاري روحوا مشي يا حيوانات حتى لم يسمعنا بالطاقة. حسبي الله ونعم الوكيل.